تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبالمشاركة مع مستشفى الزهرة. هذا البرنامج نقدمه ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده، وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها. نستقبل في هذا البرنامج مختلف الآراء والملاحظات وأيضا الاقتراحات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي والمهم، وأيضا نطرح في هذا البرنامج مختلف المواضيع الصحية والطبية التي تشغل بال الجميع وآخر مستجدات هذا القطاع الطبي في دبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، في المنطقة وفي العالم. أطيب التحيات مني، محدثكم محمود يوسف العلي، ومن الإخراج معنا محمد الصفار، وفي التنسيق سارة يوسف، وفريق الإعداد من قسم الإعلام في هيئة الصحة بدبي. طبعا مثل ما عودناكم مع إشراقة هذا الصباح نشوف مجموعة من الأخبار. اليوم راح نتحدث عن بعض الأخبار التي يطالعنا بها ملحق البيان الصحي الصادر صباح كل أحد بتعاون وثيق بين هيئة الصحة بدبي وصحيفة البيان، وناخذ منه هذه المجموعة من الأخبار. الخبر الأول يقول: صحة دبي تطلق باقة إعلامية لتعزيز صحة أفراد المجتمع. ضمن استراتيجيتها الهادفة لتعزيز الجانب الوقائي والتشجيع على نمط الحياة الصحي لدى أفراد المجتمع، بدأت هيئة الصحة في دبي مطلع الأسبوع الماضي ببث سلسلة من المشاهد التلفزيونية القصيرة قبيل نشرة الأخبار مباشرة على قناتي نور دبي وسما دبي، تستمر على مدار العام بهدف رفع الوعي والتثقيف الصحي للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة. تجدر الإشارة إلى أن الرسائل التوعوية ركزت طوال الأسبوع الماضي على التحذير من الآثار السلبية والمخاطر الناجمة عن التدخين، كما أوضحت من جانب آخر سبل الوقاية من مرض الربو ومن فقر الدم وغير ذلك من الأمراض التي يمثل فيها عامل الوقاية أحد أهم أسباب تفادي هذه الأمراض. في خبر آخر في الملحق الخاص بصحيفة البيان والتي تنشر البيان الصحي يقول: نور دبي تنقذ 24 مليون شخص من العمى والإعاقة البصرية. أكدت الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لمؤسسة نور دبي أن المبادرة الإنسانية العالمية والمؤسسة الخيرية نور دبي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قبل سنوات، نجحت في إنقاذ أكثر من 24 مليون شخص من العمى والإعاقة البصرية، لافتة إلى أن المؤسسة تواصل سعيها نحو تحقيق رسالتها وأهدافها التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وأعلنت الدكتورة منال تريم أن نور دبي تستهدف علاج ووقاية 30 مليون شخص حول العالم من أمراض العمى والإعاقة البصرية بحلول 2025. أيضا من الأخبار اللي دائما نعودكم أن نقولها الأخبار الغذائية، يقول لك الثوم صيدلية الطبيعة. أثبت علماء أمريكيون فوائد الثوم، وأحين بقرأ الخبر الله يخليكم، ما حد يتصل بي يقول لي الثوم الأحمر ولا الثوم الأخضر،
عموما أثبت علماء أمريكيون فوائد الثوم في مكافحة نزلات البرد الشائعة، فقد تبين لهم أن الناس الذين يتناولون يوميا أقراص من مستخلصات الثوم هم أقل عرضة للإصابة بنزلات البرد الشائعة بنحو الضعف. والسر في قوة الثوم هو مادة تدخل في تكوينه تعرف باسم ألاسين، وهي المادة البيولوجية الرئيسية التي تنتجها نبتة الثوم، ولها القدرة على خفض معدل الإصابة بالزكام الشائع بنسبة تزيد على النصف. وللثوم دور فعال في علاج التهابات القصبات المزمن والتهاب الغشاء القصبي النزلي والإنفلونزا، لاحتوائه على مواد مضادة للبكتيريا لها تأثير قوي حتى في العدوى القوية. وأثبتت الدراسات العلمية أن الثوم يخفض ضغط الدم وكذلك الدهون، ويمنع تكون الجلطات الدموية، وذلك بمحافظته على إبقاء الدم في حالة جيدة من سيولته، بالإضافة إلى تخفيضه الجيد لكوليسترول الدم. كما وجد أن الثوم يخفض سكر الدم، وتمتد فوائد الثوم إلى مجال الأورام الخبيثة، ففي حالة طحنه ينتج مادة تعرف باسم دياليل التي تؤدي إلى تقليل حجم الأورام السرطانية إلى النصف إذا ما حقنت بها. الآن خلونا نذهب إلى فقرة التثقيف الصحي، هذه الفقرة الخاصة بفقر الدم عند الأطفال، حيث يعد نقص الحديد في الجسم السبب الرئيسي للإصابة بهذا المرض، ومن أعراض المرض زيادة مخاطر الإصابة بالالتهابات وضعف المقاومة للأمراض وبطء النمو الجسدي والذهني والقدرة على التفاعل وخلل في التذوق. طبعا بعض الأرقام، بعض الإحصائيات ما نتعرف عليها من خلال هذا الفيلر، وبعد الفيلر على طول ما نطلع فاصل، ومن ثم ما نرجع لكم مع موضوع مهم وضيف بيكون معانا عبر الهاتف إن شاء الله إذا ما دخل اجتماع إن شاء الله. ففاصل، لا فيلر فاصل، وما نرجع لكم. صحة وسعادة. اليوم راح احكيكم عن فقر الدم عند الاطفال، واظنك يا سعيد ما راح تصدق الارقام اللي راح احكيها هلا، لانه قبل سن الدراسه اكثر من 47% من الاطفال حول العالم بيكونوا مصابين بفقر الدم، والنسبه بتوصل ل 25% وقت سن الدراسه. اضافه للاعراض المعروفه عند الكبار مثل الشحوب والضعف والتعب والدوار، انتبهوا لاعراض فقر الدم عند الاطفال مثل ضعف مقاومه الجسم للامراض وزياده مخاطر الاصابه بالالتهابات والبطء بالنمو الجسدي والذهني والقدره على التفاعل، وانتبهوا للخلل بالتذوق اللي بيصير عند الاطفال، يعني بيصير الطفل عنده رغبه انه ياكل التراب او الطبشور او اي مواد غريبه. السبب الرئيسي لفقر الدم هو نقص الحديد بالجسم، وطبعا الطفل بحاجه ماسه للحديد للنمو، وإعطاء الحليب المصنع للأطفال بخفف قدرة أجسامهم على امتصاص الحديد بثلاث مرات، والتعويض بيكون بجرعات يومية من نقاط الحديد. ولما بيكبروا الأطفال بنقدم لهم اللحوم والبيض والكبدة والملفوف والعدس والفول، صحيح، وعصير البردقان، لأنه فيتامين سي بيساعد الجسم على امتصاص الحديد. وعساكم دوم بصحة وسعادة. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الخاص والجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعينا، اعتمدت اللجنة العليا لتسجيل الأدوية خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي تسجيل 69 صنفا دوائيا جديدا بناء على الموافقات العالمية، وذلك بعد استكمالها كل المتطلبات الفنية، كما اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بعد تصديق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA عقارا جديدا لعلاج 3 أنواع من سرطان الدم دفعة واحدة. للحديث عن هذا الاجتماع وأصناف وأنواع الأدوية الجديدة التي تم اعتمادها، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف
الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، نائب رئيس اللجنة العليا لتسجيل الأدوية. صباحك الله بالخير دكتور. صباح نور، أهلا وسهلا يا مرحبا. بداية نحن سعيدين بهذه المداخلة، وأيضا دكتور يا ليت لو تحدثنا عن العقار الجديد الذي تم اعتماده لمعالجة 3 أنواع من سرطانات الدم، وما هي هذه السرطانات التي سوف يعالجها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك. اللجنة العليا للتسجيل والتسعير الدوائي معنية بتسجيل الأدوية على مستوى الدولة، وهذه اللجنة حقيقة تقوم بالتواصل مع شركات الأدوية العالمية والإقليمية والمحلية في شأن استقبال الملفات والأصناف الدوائية المختلفة للفحص المخبري قبل إجراء التسجيل. ولا شك بأن الاجتماع الأخير ناقش تسجيل 69 صنف دوائي من الأدوية المبتكرة والمثيلة، وهذه الأدوية حقيقة تدخل إلى السوق المحلي بالإمارات وعلى مستوى العالم لأول مرة، أي أن هذه الأدوية بعد اعتمادها من الهيئة الأوروبية للدواء المسمى بالإيميا أو هيئة الأدوية والأغذية الأمريكية FDA، بعد اعتماد هذه الأدوية من هذه المنظمات والهيئات العالمية المعنية بالدواء يتم قبول ملف هذه الأصناف الدوائية بشكل مسبق، ويتم تسجيل اعتماد هذا الصنف الدوائي في دولة الإمارات، حيث يتم إدراج هذا الصنف خلال 2 شهر من التسجيل حسب استطاعة وإمكانيات كل شركة من هذه الشركات. تكون هذه الأدوية في متناول يد الجميع على مستوى الدولة والمنطقة، بحكم أن دولة الإمارات هي من دول المرجعية لتسجيل الدوائي، فلذلك إذا تم تسجيل أي صنف دوائي في الإمارات يتم قبول تسجيل هذا الصنف على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما بما يختص من إجمالي 69 صنف من الأدوية المسجلة، هناك صنف دوائي لعلاج 3 أنواع من سرطانات الدم، وهذا الصنف الدوائي يستخدم لعلاج هذه الأنواع 3 دفعة واحدة، منها الليكيميا الليمفاوية أو الخلايا الليمفاوية المعنية بالمناعة. وكما هو معلوم لدى الجميع بأن سرطانات الدم مختلفة وتصيب مختلف أنواع الخلايا، وهي من الأنواع الخطيرة، والجهات العالمية حقيقة تركز على ابتكار الأدوية الحديثة المبتكرة في شأن علاج مثل هذه الصنف مثل هذه السرطانات. ومؤخرا تم حقيقة تسجيل صنف دوائي آخر قبل أكثر من 2 شهر لعلاج الأمراض السرطانية المختلفة في آن واحد، ولكن هذا الدواء يدخل ضمن نطاق آلية أخرى، حيث أن هذا الدواء غير مخصص لعلاج سرطان معين، وإنما كل أنواع السرطانات، بحكم أن هذا الدواء يقوم بتحفيز جهاز المناعة في جسم الإنسان ولإفساح المجال لجهاز المناعة لمحاربة الخلايا السرطانية والقضاء عليها. والإمارات الحمد لله رب العالمين تعتبر من الدول المتميزة عالميا، كما أشارت شركة NSD الأمريكية والتي ابتكرت مثل هذه الأدوية لعلاج الأمراض السرطانية، بأن الإمارات تعتبر 5 أفضل دولة على مستوى دول العالم من حيث سرعة تسجيل الأدوية واستكمال توفير أو استكمال إجراءات توفير هذه الأدوية للمرضى على مستوى الدولة وعلى مستوى دول المنطقة، بحكم أن الإمارات وبكل فخر نقول بأن لديها المخزون اللوجستي للشركات العالمية المعنية بالدواء في كل من إمارة دبي وأبوظبي، وهذا المخزون اللوجستي لدعم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فلذلك كلما يتم تسجيل أي صنف من أصناف الدوائية المختلفة في دولة الإمارات يكون الدعم ليس فقط لشعب دولة الإمارات وإنما على مستوى دول المنطقة، وهذا إنجاز يسجل لدولة الإمارات في شأن حقيقة تسجيل الدوائي، وكذلك في شأن إيجاد المقر الرئيسي لشركات الأدوية العالمية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نعم سعادة الوكيل، يعني 69 صنف من الدواء تم الموافقة عليه بناء على الموافقات العالمية. الآن أكيد هنالك يعني بعض الطلبات الخاصة التي تم رفضها، يا ترى كم عدد الأدوية اللي ما بقول رفضها تم تأجيل اعتمادها، وشو هي الأسباب اللي دعت إلى هذا التأجيل وفق الآليات والأطر التي تعملون
يعملون فيها في هذه اللجنة؟ طال عمرك تم تأجيل 11 صنف من الأصناف الدوائية المختلفة لعدم وجود التوثيق المؤكد لسلامة استخدام هذه الأدوية وتسويقها في الدول المرجعية. على سبيل المثال هنالك بعض الدول تقوم بإنتاج بعض الأدوية وتسجيل هذه الأدوية في بلد المنشأ واستخدام هذه الأدوية في بلد المنشأ، ولكن هذه الدول تكون ليست من دول المرجعية العالمية الكبيرة كدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وسنغافورة وكندا، وهذه الدول أو هذه الأدوية لم يتم استخدامها في دول المرجعية هذه الدول الكبيرة، ولم يتم استخدام هذه الأدوية على نطاق واسع، ولم يتم تقديم شهادة درجة الثبوتية والسلامة لهذه الأصناف الدوائية. فلذلك تقوم هذه اللجنة بتأجيل هذه الأصناف الدوائية ومطالبة الشركة بتقديم الشهادات الدالة باستخدام هذه الأدوية في دول المرجعية، وهذه الدول المرجعية في العادة تكون لديها مراكز أبحاث تقوم بدراسة نتائج استخدام هذه الأدوية بعد الاستخدام وبعد التطبيق، ولذلك تم تأجيل هذه الأصناف بحكم أنه من الضروري توثيق وجود الاستخدام في الدول المرجعية. أما هنالك 4 أصناف تم رفضها رفض التام لعدم مطابقة معايير الجودة المطلوبة، وهذه الأدوية كانت من بعض الدول غير المرجعية على مستوى دول العالم، ونحن حريصين كل الحرص بأن نستقبل كل الملفات دعما للشركات العاملة في دولة الإمارات، ولكن نقوم بدراسة هذه الملفات والتأكد من المستندات الموثقة من بلد المنشأ ومن دول المرجعية والتأكد من مدى سلامة ومأمونية هذه الأصناف الدوائية، بحكم والحمد لله رب العالمين بأن الإمارات كانت ثاني دولة على مستوى الشرق الأوسط شمال أفريقيا بأنها طبقت نظام الإلكتروني لتقديم الملفات للأصناف الدوائية المختلفة بنظام يسمى بالECTD للإلكترونيك والCTD Common Technical Dossier، وبالسابق كانت 5 حقيقة CDات يتم تقديمها للوزارة ويتم دراستها يدويا، الآن نظام الآلي يقوم بدراسة هذه 5 CDات إلكترونيا وتوفيرا للوقت والجهد وكذلك الموظفين، ويتم تحليل المعلومات المدونة ضمن نطاق الملف الخاص بالصنع الدوائي، ويتم إخراج النتائج والتي من خلالها تستند إليها هذه اللجنة لأخذ القرار. والحمد لله نحن في الإمارات ابتكرنا نظام جديد دعما للصناعات الوطنية، لأننا نقوم باستقبال وقبول ملفات الأدوية المثيلة قبل انتهاء فترة حق الملكية الفكرية 24 شهر. دكتور في رسالة تقول بعض الأدوية في الخارج ناخذها وما تنباع في الدولة وجودتها أعلى من الأدوية الموجودة عندنا. طال عمرك أولا أي صنف دوائي مبتكر يصنع في أي دولة أوروبية أو أمريكا أو أستراليا أو كندا، هذا الصنف الدوائي تخرج بكميات كبيرة لكل دول العالم، نفس هذا الصنف الدوائي بنفس هذه الكميات تتحول هذه الكميات بشحنات مختلفة إلى كل دول العالم، فنفس الصنف الدوائي موجود في أوروبا هو موجود في دولة الإمارات، ولا تختلف الجودة والنوعية تماما، ولا يتم حقيقة صنع دواء بجودة أعلى من في مناطق معينة أخرى أو في مناطق أخرى. طيب. وهذا الأمر ينطبق بارك الله فيك على الأدوية المبتكرة وعلى الأدوية المثيلة. على سبيل المثال إذا كان هناك مصنع وطني في دولة الإمارات يقوم بصناعة صنف دوائي محدد، هذا الصنف بتشغيلات مختلفة بكميات كبيرة يتم توفيرها لداخل وخارج الدولة، فليس هنالك أي اختلاف لأي صنف دوائي موجود بالخارج أو بداخل واضح دولة دكتور. الإمارات. دكتور أنا عندي 3 دقائق بس أبغى استغلها الآن في يعني طرح هذا المحور، الاجتماع ناقش تسعير بعض المنتجات الدوائية، يا ترى ما هي آلية ومعايير هذا التسعير ومدى تماشيها مع مصلحة المريض، وأيضا من خلال هذه الأصناف اللي أنتوا حطيتوها كيف سعرتوها وكيف ممكن يعني تكون متوفرة للمرضى؟ طيب أنا أشكرك على إن شاء الله في دقيقتين. أنا أشكرك على هذا السؤال. أولا نحن عندما نقوم بتسعير أي صنف دوائي مبتكر نقوم بمراقبة سعر الدواء في بلد المنشأ أو بلد المصدر، ويتم
سيتم دراسة سعر هذا الدواء مع الدول القريبة. إذا كانت الإمارات أول دولة على مستوى المنطقة ورابع أو خامس دولة على مستوى العالم، يتم إعطاء سعر أقل من السعر المعتمد من المصنع في بلد المصدر، ويتم دراسة هذا السعر لاحقا عندما يتم تسجيل هذا السعر لهذا الصنف الدوائي في دول المنطقة، ومن حق الوزارة تخفيض هذا السعر بعد 6 أشهر أو بعد 12 شهر. أما بما يختص بأسعار الأدوية، فالإمارات الحمد لله رب العالمين تميزت وأصدرت 6 مبادرات لتخفيض أسعار الأدوية، ومنها إحدى المبادرات بقرار من مجلس الوزراء الموقر، ومن خلال منبركم الموقر اليوم نعلن بأننا سوف نقوم بالإعلان قريبا عن المبادرة السابعة لتخفيض قرابة أكثر من 200 صنف دوائي، وبالتالي أصبحت 75% من الأدوية المسجلة في الإمارات هي أقل خليجيا مع الدول الخليجية الأخرى، و5% نحن أقل من دول الخليجية الأخرى، وباقي 20% يتم الانتهاء منها في المبادرة السابعة. إذن 200 صنف دوائي سوف تشملها المبادرة السابعة لتخفيض أسعار الأدوية. نحن شاكرين لك سعادة الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، نائب رئيس اللجنة العليا لتسجيل الأدوية، على هذه التوضيحات وعلى هذه الجهود التي تقومون فيها في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ويعطيكم ألف عافية، وشاكرين لك هذا الوقت اللي خصصته لنا. شكرا لله وأنا أشكركم على هذا التواصل. شكرا لك دكتور أمين حسين الأميري. إذن مستمعينا، نحن متواصلين معاكم بعد الفاصل، ما نطرح موضوع جميل وإنجاز آخر من الإنجازات التي تحققت بجهود أطباء مخلصين في مستشفى لطيفة، وبيكون معانا الدكتور محمود صالح الحليق، استشاري ورئيس قسم الأطفال حديثي الولادة بمستشفى لطيفة. بعد الفاصل ما نطرح هذا الموضوع وغيره من المواضيع الخاصة بالخدج، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. قبل الفاصل كنا وعدناكم مستمعينا أن نحن من الصديف معنا الدكتور محمود صالح الحليق، استشاري ورئيس قسم الأطفال حديثي الولادة بمستشفى لطيفة. الموضوع ليش؟ الموضوع أن أطباء مستشفى دبي تمكنوا من إنقاذ طفلة خديجة تم ولادتها في الأسبوع 22، وتزن 450 جرام، وهو وزن أقل من وزن جهاز الآيباد 4. يا جماعة نسمع صوتي مرة ثانية في هذا بشكل مو مريح في السماعة. عموما هو وزن أقل مثل ما قلنا من وزن جهاز الآيباد 4، لتكون أصغر طفل خديج على مستوى دولة الإمارات يولد عند هذا العمر من الحمل ويبقى على قيد الحياة دون إعاقة. للحديث عن هذه الحالة والخدمات الطبية المتطورة التي تقدمها هيئة الصحة بدبي للأطفال الخدج، نرحب بالدكتور محمود. حياك الله معانا دكتور. يا بيك دكتور. يعني خلنا أول شيء نتكلم عن الطفل الخديج، ما هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الطفل الخديج هو الطفل الذي يولد قبل مرور 37 أسبوع على الحمل. الحمل التام يفترض أن يكون 37 أسبوع، فأي طفل يولد قبل نهاية 37 أسبوع حتى ولو بيوم واحد يعتبر طفل خديج. طبعا في أنواع من الأطفال الخدج، هناك طفل بالغ الشدة من الخدج اللي هو كالطفل اللي تكلمت عنه 450 جرام، هذا بناخذه بالتفاصيل مع الحوار دكتور، بس خلنا نتحدث عن أسباب مثل هذه الولادات. شو اللي ياخذنا مثل هذه الولادات، لأن أبغى أخصص محور كامل لهذه الحالة. أوكي. الولادات المبكرة بتحصل بصفة عامة بالدرجة الأولى شيء اسمه الحمل الخطر أو هاي ريسك، حمل خطير. بيكون مثلا الأم عندها مشاكل في الرحم،
ممكن يكون في عندها عدوى خلال الحمل، ممكن يكون في مشاكل في عنق الرحم، ممكن يكون في أمراض مزمنة كالمرض السكري، مرض الضغط عند الأم. عنصر ثاني اللي هو العمر المبكر للحمل والعمر المتأخر جدا للحمل، أطراف الأعمار لما تكون البنت أقل من 18 سنة أو أكثر من 45 سنة بتزيد فرص إنه الولادة المبكرة تحصل. طبعا أحد الأسباب الرئيسية كمان التدخين، معاقرة الخمر، الأدوية المخدرة، كل هاي الأسباب ممكن تؤدي إلى ولادة مبكرة. في أشياء ممكن الأم تنتبه منها وفي أشياء خارج سيطرتها، فمش كل ولادة مبكرة الأم لازم تلوم نفسها إنه الولادة هاي حصلت قبل الأوان. جميل دكتور، خلنا نرجع حق طفلتنا وهي موضوع الحوار. الطفلة أفيفا هذه يا ترى ما شو الأشياء التي كانت تعاني منها عند الولادة، وهل كان هنالك يعني عدم اكتمال للأعضاء الحيوية مثل الرئة، الأمعاء، غيرها من الأعضاء بحكم أنها يعني وزنها 450 جرام لما طلعت؟ أوكي، أفيفا لما انولدت كان عمرها كان عمر يعني مدة الحمل 5 أشهر ونص، 22 أسبوع كانت الأم حاملة. لما الطفل انولد عند 22 أسبوع ووزنه بهاي الطريقة 450 جرام، الأعضاء لا تكون مكتملة وظيفيا وعضويا. يعني مثلا الرئة بيكون في مواد معينة يجب أن تفرز حتى الرئة تؤدي وظيفتها بطريقة صحيحة، تكون غير متوفرة هاي الشغلة. الطفل أول من ولد كان حتى الأعين تبعيته لسه ملتصقة، يعني الطفل مش مفتح عينيه عشان في تنفس، في ضربات قلب بطيئة. طبعا احتاج إلى تدخل سريع لإنعاشه من غير وضع تنفس صناعي للطفل، طبعا يعني صعب إنه يعيش طفل بالطريقة هاي. أحد المشاكل الثانية كمان عند الطفل الخدج لما ينولد بالطريقة هاي إنه وظائف الكبد، وظائف الكلى، وظائف الجلد، الجلد نفسه بيكون يعني نتيجة انه مناعة جسمه منخفضة جدا، بيكون الطفل متعرض لانه يحصل عنده انواع كثيرة من الانتاءات اللي هي بنسميها بالعامية الالتهابات. فكل هاي تعتبر يعني تحدي للفريق الطبي اللي بيعالج الاطفال الخدج. جميل دكتور، يعني كم أمضت أفيفا في العناية المركزة، في وحدة العناية المركزة كم يوم بالضبط؟ قضت 114 يوم أفيفا، يعني حوالي 4 شهور. طبعا ممكن يستغرب الشخص انه الطفل يقعد 114 يوم، لكن عشان تكون بالصورة، أفيفا أول ما انولدت احتاجت انه تحط تنفس صناعي، دخلت قسم العناية المركزة. طبعا بعد ما عند الولادة في إجراءات معينة منتخذها، نحط لها تغذية خاصة لأنه الطفل الوليد الخديج لما ينولد انفصل عن الرحم تبع الأم، وبالتالي مصدر التغذية الكاملة تبعيته انقطع عنه. وعشان يعيش الطريقة الصحيحة وينمو بالطريقة الصحيحة لازم نتأكد أنه يأخذ الأشياء اللي تشابه ما كان يأخذه الطفل داخل رحم الأم. احتاجت أفيفا خلال وجودها في القسم إلى أكثر من 60 يوم تنفس صناعي. طبعا أنواع التنفس الصناعي في يعني بنسميه بيكون التنفس كامل للرئة من داخل، وفي تنفس بيكون فقط مساعد، فهي كانت ما بين مساعد وتنفس كامل أكثر من 60 يوم.
التغذية تبعيتها ابتدأت بالفم بعد 3 أيام بالضبط. بداية كانت عن طريق وريد منحط من ركبه قسطرة من ركبة في السرة تبعيت الطفل، بياخذ الطفل عن طريق الدهون، البروتينات، الكربوهيدرات، السكريات، كل الأشياء الضرورية، والفيتامينات، الأحماض الأمينية، كل الأشياء الضرورية لنموها نمو يشابه نموها داخل رحم الأم. هني دكتور خليني أرجع شوية قبل على الأيام الحمل، يعني قبل الولادة ب 48 ساعة أنتوا حقنتوا والدة أفيفا بعقار لتحسين وظائف الرئتين، يا ترى ما هي أهمية هذا الإجراء الطبي؟ طبعا أحد أهم عناصر نجاح أي حمل بغض النظر هل هو مبكر الولادة أو في وقتها، المتابعة الطبية خلال الحمل. لأنه الأطباء اللي يشرفوا على الحمل لما يشوفوا الأم أنه مشرفة على ولادة مبكرة، في إجراءات معينة لازم تتخذ تساعد الطفل بعد الولادة، زي ما تفضلت حضرتك وذكرت بالنسبة للدواء. الدواء هذا نوع من الاستيرويد، وجد بعض البحوث في العالم أنه مفيد جدا لمساعدة الطفل بعد الولادة على تقليل احتياجه للتنفس الصناعي، أو لو احتاج للتنفس الصناعي يكون الاحتياج هذا بدرجة مش خطيرة جدا، لأنه التنفس الصناعي بحد ذاته لما تعطيه للطفل ممكن يكون فيه له مضاعفات كثيرة. الأكسجين نفسه اللي بتعطيه للطفل هذا يعتبر دواء، الناس بتفكر أكسجين متنفسه، لكن هو لما ياخده الطفل الخديج هو بحد ذاته إذا زاد عن نسبة معينة ممكن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. ففكرة الدواء اللي بياخده الطفل قبل الولادة إنه بتساعد الطفل على تقبل العلاج، وفي حالات مثلا لو كانت مش 22 أسبوع زي الطفل أفيفا، لو كانت مثلا 30 أو 32 أسبوع ممكن ما يحتاجش حتى تنفس صناعي، أو لو احتاج يوم يومين وخلص، فهي لمساعدة الطفل. جميل دكتور، هني أبغي أتحدث عن فرص البقاء على قيد الحياة لمثل هذه الحالات، يعني هذه الحالات اللي تخرج إلى الحياة قبل وقتها، يعني قبل الوقت الطبيعي لها، يا ترى كيف فرص بقائهم على قيد الحياة واستمراريتهم في الحياة بشكل طبيعي؟ البقاء على الحياة، يعني هون في عنصرين مهمين، البقاء على الحياة زائد البقاء على الحياة وحياة طبيعية ومفيدة. عملية البقاء على الحياة تعتمد على أكثر من عنصر، كم أسبوع الطفل كان حامل، كم أسبوع كانت الأم حامل، هل في عيوب خلقية في الطفل، هل يوجد أي نوع من الالتهابات مع الأم، هل يوجد أي مشاكل مع الأم. لكن بصفة عامة عالميا، وعنصر تاني أهم مهم كمان، مدى توفر العناية الطبية المتمثلة بالعناية المركزة لأطفال حديثي الولادة اللي هي الدرجة الثالثة، اللي هي أقصى درجات العناية المركزة. لأنه إذا مش متوفرة هاي من الأول بقول لك هتكون النسبة 100% أنه الأطفال مش هيعيشوا اللي هو 400 جرام. لكن لما يكون في وضع زي دبي اللي تعتبر من الأماكن المتقدمة مقارنة بأمريكا وأوروبا، لما يكون الطفل 22 أسبوع نسبة بقاء على الحياة 30%. اللي أهم من البقاء على الحياة عدم وجود إعاقات. أحدث الدراسات الحديثية صدرت من إنجلترا في شهر مارس السنة الماضية، بتدل على أنه أقل من 2% من الأطفال اللي بينولدوا بال 22 أسبوع أو أقل من 26 أسبوع، أقل من 2% بيكون من دون إعاقات جسدية أو ذهنية. فكون أفيفا تطلع من المستشفى يعني الحمد لله بوضع بدون إعاقات يعتبر إنجاز. من 2% اللي أحد الإنجازات اللي نفخر بدبي إنه حققناه. طيب يقولون دكتور إن أول 30 دقيقة بعد الولادة مباشرة لهذا النوع من الحالات تعد
شديدة الأهمية تطلقون عليها الدقائق الثلاثون اللاتينية. سبب أهمية هذا الوقت وما هي الإجراءات الطبية التي تتم خلال هذه الفترة، وأيضا ما الذي يتعين على الوالدين بشكل عام فعله في هذه في هذا الوقت بالتحديد؟ هو عالميا وطبيا المصطلح المتعارف عليه الساعة الذهبية. احنا في مستشفى لطيفة سميته الساعة البلاتينية، أخذنا النص ساعة البلاتينية تأكيدا على أهمية الساعة الذهبية، وكعنصر جديد دخلناه لحنا بدبي بمستشفى لطيفة النص ساعة البلاتينية. فالنص ساعة البلاتينية الطفل زي ما قلت لك أول ما بينولد تنفس من غير تنفس، في مثلا حرارة الجسم مهمة جدا، جلد الطفل ما بيقدرش يتحمل، ما بيقدرش يحافظ على حرارة جسمه بطريقة صح. لو الطفل دخل بهبوط في درجة الحرارة هذا سوف يؤدي إلى دمار وعطل في جميع أجهزة جسمه. فالثلاثين دقيقة الأولى لو الفريق اللي مشرف على ولادة الطفل وعملية الإنعاش لإله اتبع إجراءات صحيحة بيؤدي إلى أنه فرص العيش لهذا الطفل تكون مرتفعة كبير جدا، زائد أنه فرص أنه ما يحصلش مضاعفات لاحقا بتكون كمان أحسن بكتير. مثال على ذلك، أول ما بينه للطفل حطينا تنفس صناعي، يلف الطفل بنوع من زي كيس النايلون يلصق على جسمه على طول الطفل عساس يمنع هروب الحرارة من الجسم عن طريق للجو، على طول بينحط له مغذي في الوريد مشان ما يحصل نقص في السكر، لو حصل نقص في السكر ولو حتى لدقائق ممكن يخرب مخ الطفل. وزي ما قلت لك التنفس الصناعي لازم نتأكد نسبة الأكسجين كويسة، لو زادت نسبة الأكسجين عن حد معين ممكن في مرحلة لاحقة تؤدي إلى عمى في الطفل حتى. فالحمد لله هذه كلها البروتوكولات والإجراءات الطبية. دكتور بالنسبة للوالدين شو اللي يسوونه بالضبط؟ اوكي، هلا في شغلتين شو تنصحهم يعني لازم يسوونه؟ في شغلتين مهمين اللي احنا دائما بنقول بالنسبه للاهل عند وقت الولاده، وخصوصا اذا كان طفل خديج، هذا احسن وقت عشان نخبر الام على اهميه انه الى جانب انه نرفع معنوياتها وانه صحيح. ان شاء الله كل شيء بيكون كويس، وطبعا اللي احنا قبل ما ينولدوا بنكون قاعدين مع الاهل وموضحين في سيشنات معينه تسوونها للحوام، موضحين للاهل شو اللي ممكن يحصل، شو اللي حنسويه لحنا، شو اللي لا سمح الله لو حصل مضاعفات شو ممكن، فبنكون حاطين الاهل بصوره كامله. عند الولاده وخصوصا الام لما تشوف ابنها يعني الخديج انولد قدامها بنجيبه بنحطه على الصدر تبع الام، اول ما تروح القسم على طول بنقولها الطفل محتاج لحليبك، لانه طبعا حليب الام سبحان الله يعني نعمة من عند ربنا، وخصوصا اللي هو بسموه الكولوستروم الحليب اللي بينزل بأول ساعات من الأم. هذا عبارة عن مضاد حيوي لو الطفل لما ياخده بيحميه من أمراض كتيرة. فالأم عارفة أن الطفل موجود في العناية المركزة ومحتاج أنه ياخد شيء ينعش ويساعده على الحياة، هذه أحسن فرصة نيجي نخبرها. شغلة تانية مهمة خلال وجود الطفل في القسم ولما الأم والأب يتحسنوا ويجوا، في شيء بنسموه الكانجرو كير، رعاية الطفل عن طريق زي الكنجر. الكنجر الأم بتحمل الطفل في زي جيب داخل بطنها لغاية ما يصير قادر على الاعتماد على نفسه. منطبق نفس الشغلة حتى لو كان على تنفس صناعي، منلفه بطريقة معينة مع أنابيب ومنخليه على صدر الأم. طيب دكتور أنا الوقت قاعد يداهمني، أبغي أسأل بس عن صحة إيفيفا، كم وزنها صار وهي طالعة من المستشفى؟ كم وزنها تقريبا؟ أول ما طلعت من وزنها كان وزنها 1815 جرام.
1815 جرام بالمقارنة مع 450 جرام عند الولادة. ما شاء الله. طيب دكتور، هل تخضع حاليا لمتابعة دورية مع أطباء المستشفى؟ طبعا، هي وجميع الأطفال المولودين قبل أوانهم لازم يصير في متابعة لأكثر من شغلة. السمع، العيون، يعني بيكون في موعد مع دكتور العيون، دكتور السمع، عيادة الأطفال الخدج اللي احنا منتبعها، عيادة العلاج الطبيعي، علاج عيادة التدخل المبكر للتطور الجسدي للطفل. وإذا في أي أمراض طفل يعني حسب المرض نعطيه موعد العيادة، بس أفيفا هاي الأشياء اللي بتتبعها. جميل دكتور، إذن نحن شاكرين لك تواجدك معنا وهذه التوضيحات وهذا الإنجاز اللي حققته حقيقة في مستشفى لطيفة بإنقاذ طفلة خديجة ولدت في الأسبوع 22 وتعد يعني هي أصغر طفل خديج على مستوى دولة الإمارات يولد عند هذا العمر من الحمل ويبقى على قيد الحياة دون إعاقة. دكتور محمود صالح الحليق، استشاري ورئيس قسم الأطفال حديثي الولادة بمستشفى لطيفة، شاكرين لك ونتمنى لكم التوفيق والمزيد من الإنجازات اللي تساهم حقيقة في إنقاذ فلذات أكبادنا. شكرا جزيلا لك. شكرا للاستضافة. أيضا مستمعينا، منتوجه إلى فقرة تثقيفية أخرى نتحدث فيها عن السكري والذي يصيب 19% من سكان الإمارات، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالنسب العالمية التي تصل إلى 9% عند البالغين. أسباب هذا المرض وكيف يمكن التخلص من السكري بنسبة 60% من خلال الرياضة والحمية المناسبة للمريض، ومختلف المعلومات ما نسمعها من خلال هذه الفقرة. صحة وسعادة. ما في شك أن بعض أنماط الحياة تغيرت عندنا في البلاد، حياة فيها نشاط، تمارين أقل، مأكولات سريعة ودسم وحلويات أكثر. سلامة، تدري أن بسبب هالأمور 19% من الناس في الإمارات عندهم داء السكر؟ هي وهالنسبة وايد تخوف، لأن حول العالم 9% من البالغين مصابين بداء السكري، لكن بإذن الله نقدر نوقف انتشار الداء، والبداية من الوقاية، لأن من العوامل اللي تزيد خطر الإصابة السمنة، الكسل والخمول، ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الدهون الثلاثية، بالإضافة لعامل وراثي والعمر. السكري ممكن يؤدي لمضاعفات على القلب والعيون، الكلى والأعصاب وغيرهم وغيرهم. المهم إن نقدر نتخلص منه بنسبة 60% بالرياضة والحمية. سووا فحوصات طبية دورية، انتبهوا لأي تشققات في القدمين أو تغيرات في الجلد، وقفوا تدخين وابتعدوا عن دهون السكريات، وزيدوا من الرياضة، وعساكم دوم بصحة وسعادة. وعساكم دوم بصحة وسعادة. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم يعني من هذا البرنامج الذي نطل عليكم به من خلاله يوميا طوال الأسبوع من الساعة 10 حتى 11. في الختام لا أملك إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لمخرجنا محمد الصفار، وفي التنسيق كانت معنا سارة يوسف، وكل الشكر لضيوفنا الذين يعني أفادونا بالعديد من المعلومات. وهذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.